بسم الله، نواصل في ذكر إشكال الحياة. 2، عربة الروح والنفس أي الجسد المادي. في هذا الطور الذي وصلت إليه الأرض، وهي كونها صارت مكتبة كونية تحوي تنوعا هائلا من المخلوقات التي جاء بها من كل الأكوان، وحتى المخلوقات التي ظهرت فيها وتطورت فيها، كما يقال القرآن الكتاب المقروء والأرض الكتاب المنظور. يشاع أن الكواكب الأخرى ليس فيها كل هذا التنوع من الكائنات من معادن ونباتات وحيوانات ومخلوقات عاقلة وإلى آخره. فمثلا كوكب ليس فيه إلا الحياة المائية، وهناك كواكب ليس فيه إلا حياة الجرثومية، وآخر ليس فيه إلا حياة زواحف، وكواكب فيها ليس إلا حياة نباتية، وهكذا. والأرض فيه كل هذا التنوع جاء بها لأنها هي مكتبة كونية. مثلا في كوكبنا الأرض، الرأسيات نجد أن الإنسان له وعي وإدراك، بينما القرد نزال في درجة البهيمية. وفي كوكب تعيش عليه الزواحف، الرجل فيه مدرك، له وعي، يكون قائم، وله دماغ متطور، أصابع يمسك بها، وبينما الزواحف التي لم تتطور ما زالت تزحف على بطنها الحيواني، حيوانات كثعابين والتماسيح والسحالي. قال الله تعالى: وخلقناكم أطوارا. وقال تعالى: فسواه وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. التسوية، الاستقامة والمشي على هيئة الانتصاب بعد أن كان يمشي منكبا على وجهه، ربما على أربعة أطراف، والله أعلم. 3، ماهية الحياة. الحياة هي المشاعر والاهتزازات المعنوية، وهي الارتباط بالمصدر الأول الخالق أي البارئ، فاطر السماوات والأرض. والبارئ تعني المبرمج الذي برمج السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض أي مبرمج، برمج كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. ثم بعد ذلك الارتباط أي الأصل الذي خلقنا منه، الارتباط بالأصل الروح، ثم بأصل المادة. مثلا كوكب فيه الحياة مائية، ترتكز الحياة فيه لهذه المخلوقات على النظر والتأمل والحركة واللعب. كوكب مائي، ما ينتج عنها السعادة، النشاط، التفاؤل. وفي حالات المعنوية، هذا في الحالات المعنوية العالية، وفي الحالات المعنوية المنخفضة قد يصاب هذا المخلوق بالملل واللامبالاة. ومثلا كوكب تتطور فيه الحياة الزواحف، ترتكز الحياة فيه على هذه المخلوقات على النجاح وتحديد الأهداف والتأقلم. كوكب ناري، ما ينتج عنها في الحالات المعنوية العالية التفاؤل والإتقان للعمل. وفي الحالات المعنوية المنخفضة قد يصاب هذا المخلوق بالخوف والغضب. ومثلا كوكب فيه مخلوقات هوائية مثل الطيور والعصافير، نجد الشجاعة والإقدام. كوكب هوائي، ما ينتج عنه في الحالات المعنوية المرتفعة الحب والصبر. وفي الحالات المعنوية المنخفضة قد يصاب هذا بالتعب النفسي والحزن الشديد، والله أعلم. 4، الإنسان في عصرنا، لقد أصبح الإنسان العصري عبارة عن خليط من الجينات والمشاعر المختلفة، بعكس المخلوقات الأخرى المكلفة التي لها مشاعر محددة أو لا تشعر مطلقا. قال الله تعالى: بل لا يشعرون. هذه الثروة من المشاعر الحسية ستمكن الإنسان من فهم كل الكائنات الأخرى ليقود الأرض ويكون عليها خليفة، وبالتالي الأرض قلب المجرة، وتقع على تقاطع كل الطرق والأسباب بالنسبة للكون. قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. هذا هو السر في الإنسان البشري العصري ابن آدم. فكل من يحمل من مخلوقات جينات آدمية يحمل هذه الفسيفساء من الأسماء والمشاعر التي بها
يستطيع المختار من البشر أن يمكن للإسلام وإحلال السلام في الأرض ثم في السماوات وكل الأكوان قبل قيام الساعة.